من اكتر الحاجات اللي احنا شاطرين فيها هو اننا نسيء استخدام الايات في الظروف الصعبه. احنا شاطرين قوي في الموضوع ده. ومن اكتر الايات اللي مش بنعرف نستخدمها صح هي الايه اللي بتقول كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. انا اسمي بيير، انا اتولدت وتربيت في السودان، وبسبب ظروف صعبه احتجت انا وعيلتي اننا نسيب السودان ونرجع مصر. ومن اكتر الايات اللي كنت بسمعها في الوقت ده كل اشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لكن الحقيقه احنا بنفسر الايه دي وبنقول انه ده كل موقف وحش وكل موقف ممكن يكون فيه شر وصعب في حياتنا ربنا هيستخدمه لمجده ولخيرنا. لكن الحقيقه الايه مش بتقول كده. الايه بتقول انه كل الاشياء تعمل معا للخير. يوسف ادرك الحقيقه دي، ولما وقف قدام اخواته قال لهم انتم قصدتم بي شر لكن الله قصد بي خير. يوسف كان مدرك سلطان الله، كان مدرك انه كل موقف لازم يعدي تحت ايد الله، مفيش حاجه بتعدي منه من غير ما هو ياخد باله منها. ولانه كان مدرك السلطان ده قدر ان هو يقول لاخواته انتم فعلا كان قصدكم ناحيتي شر، لكن الله استخدم نفس الشر ده عشان ينتج منه ومن خلاله خير لي. ثق ان الموقف الصعب ده والظروف الصعبه دي لما تتحط جنب مواقف تانيه، سواء كانت المواقف التانيه دي ايجابيه او سلبيه، حلوه او وحشه، تيقن ان هي لازم تنتج خير في الاخر ليا وليك، لان ده وعد ربنا لينا.